من لقيتهم الزوجه قمت دعوه تعدد الازواج، قال هاي زوجتي، قلت له بابا هاي زوجتي انا لسه ما مطلق. رجل تحدث لنا انه عنده اطفال طلق زوجته واللي هي من سكنه كربلاء، نؤكد انه هي من سكنه كربلاء، طلقها عن طريق المحكمه. لكن قبل صدور قرار الطلاق يعني عادت زوجته واطفالها الى المنزل ورجعوا تصالحوا وعاشوا حياتهم مره ثانيه. الزوج طبعا استشرع عند رجال الدين واستشارهم حسب قوله انه اخبروا انه شرعا لا تعتبر مطلقه باعتبار رجعت في فتره العده وما الى ذلك. طبعا عادوا الى حياتهم الاسريه وصارت عندهم طفله، يعني انجبوا طفله خلال هذه الفتره. بعد ذلك تبين انها متزوجه لمرتين. لذلك الزميل وليد الصالحي مراسلنا في كربلاء تحدث مع زوجها، طبعا طلب الزوج اخفاء معلوماته اسمه، لكن ايضا اخفينا شكله حسب طلبه. خلونا نشوف. انا طلقت زوجتي طلاق شرعي بتاريخ 31/7/2015، وبعد شهرين يعني حسمت كافة الإجراءات، أنه نفقة للبنات الثنيين اللي صارن، وحدة مواليد 2000 و... طلقتها شرعا وصدقت القرار بالمحكمة. 31/7/2015 طلقتها وصدقت القرار بالمحكمة. 1/10 اجتني للبيت، يعني بعد شهرين ضبط كنت واحدة بالبيت، أنا بيتي مستقل عن أهلي. تفاجأت العصر انفتح الباب ظاهر محتفظه بنسخه من المفاتيح، وطبت البيت وياها بنات الثنين الصغار. بناتك؟ نعم. قالت انا اريد ارجع، قلت لها قرار المحكمه صدر وباقي بس على الاستلام. قالوا فد اسبوعين تجون تستلموه، انحسمت القضيه. وانت نفقتك اخذتيها وحاضرش وغايبش كله انحكملش بالمحكمه. قالت انا شرعا بعدني مرتك، انا صحيح بالمحكمه انحسم القرار بس انا لحد الان ما انطلقتني. هي متزوجه ولا لا؟ لا ما متزوجه. ما انطلقتني اليوم، اجتني الشهريه مره واحده. فرحت تركتها بالبيت ورحت الصحن الإمام العباس عليه السلام، أكو غرفة استفتاء شرعي، فسولفت لهم القضية. قالوا نعم إنه ما دام لحد الآن الشهرية مرة واحدة فهي زوجتك وبذمتك. قلت له قرار المحكمة اللي صدر، قال القرارات المحكمة هي لمجرد إثبات حقوق، أما الشرع فالشرع يقول إنه مرتك وبذمتك. رجعت ومارست وياها حياة زوجية كاملة، وبالفعل صارت عدي ابنية بتاريخ 23/1. اريدك تحكي لي شلون اكتشفت انه هي متزوجه مرتين وهي على ذمتك؟ هسه صارت البنيه 23/1/2017. هنا ورث هاي الولاده مال البنت، طلعت عليها قضايا لا اخلاقيه، اخوها واختها بلغوني انه تطلع بطرق مشبوهه واكو اثبات. هاي اثبات موجود وحتى تسجيل فيديو، قلت له انه اهلك هيك يقولون عليك انه انت امراه منزهه ومسكتي بحاله زنا. تقول لي اهلي ناس كلاب، ليش تثق ليش تصدق بيهم؟ وراها بمده اتصلوا بي قالوا تعال بنتك الكبيره سحقتها سياره. جيت للبيت ما لقيت بنتي بها فد شيء تلعب وما بها اي شيء ولا اكو اي حادث. تفاجات باخوتها اثنينهم وياهم شخص ثالث ما اعرفه، انهالوا علي ضرب واخذوا الموبايل كسروا. يعتقدون بوثائق؟ اللي بيه الوثائق، بس انا كنت ناسخهم بغير مكان. قمت دعوه وهم قاموا دعوه على اساس انه مشاجره. اشتكت علي بعد حادث الاعتداء يوم 14/9/2017 محكمه الاحوال الشخصيه، طالبتني بنفقه للبنيه مقره بالزوجيه وما قال الطلاق. الطلاق الاول من طالبتني بنفقه للبنات الثنين بالقرار مقرة بالزوجية والدخول والطلاق، أما هنا فهي مقرة بالزوجية والدخول فقط. طالبتني بالمهر المؤجل أيضا مقرة بالزوجية والدخول، وحتى من سأل ما بعدها شلون اكتشفت أزواجها الثانية؟ حسة واشتكت علي بتاريخ 15/1/2018 بالعنف الأسري، قال الزوجي أنا على ذمتها ما مطلقة بس متزوج من أمرأة أخرى وهاجرني، وإجا بيوم 15/1/2018 ضربني حتى يطلع الزوج طلعني وقعد زوجته الجديدة. قلت لك لحد 3/10/2018 لقيتها صدفة قرب مرقد الإمام الحر، صاعدة بصحبة شخص عنده سيارة برنس بوقتها بالصدر هي قاعدة، وبنات الثنين قاعدات بالخانة الورا مال السيارة. اعترضت لهم بالشارع، نزلوا. تعال انت هاي شنو مصعدها وياك؟ قال هاي زوجتي، قلت له بابا هاي زوجتي انا لسه ما مطلق.
بعتي فتشاجرنا بالشارع، ضربته وضربتها، ودخلنا المركز شرطة الحرة، توقفنا من الساعة بالخمسة العصر إلى الساعة الحادية عشر ليلا. قال أنطيك بناتك مقابل أن تصالح. قلت له بناتي أخذهم من عندك. بالفعل تصالحت وياه وطلعنا، جاب لي بناتي ورا يومين الباب البيت، وأيضا تسجيل موجود. أنا بهاي الأثناء من طلع زوجته قمت دعوة مركز شرطة الحر. يعني هي على ذمتك ولقيتها من زوجته؟ اي هي قلت لك نكرة العودة، عفوا ردت اسوي اثبات زوجيه من بعد ان اشتكت عليه بالعنف الاسري يوم 15/1/2018. قمت دعوه يوم 6/3/2018 اثبات زوجيه حتى النوب اشتكي عليها خيانه زوجيه. يم القاضي قالت هاي انا مو مرته وما شايفه ورقه الرجوع. فقلت للقاضي قلت الاستاذ اذا مو مرته وما شايفه هاي الورقه، اشتكت علي بالعنف الاسري قبل شهرين وتقول انه زوجتي وما مطلقه، وذني قرارات محكمة الأحوال الشخصية تقول أنا زوجته وأريد نفقة للبنية، هاجرني ما يعطيني نفقة لها، وأريد مهر المؤجل ما يعطيني مصرف. قلت له الدعاوى موجودة جيب الأوراق وشوفها. يقول لي أنا ما علي بذني القضايا، رفض الطلب مالتي واعتبر الرجعة باطلة. رجعة باطلة شلون رجعة باطلة؟ وأنا عندي بنية من عندها صايرة. يقول لي هاي مشكلتك مو مشكلتي. طلعت فقلت لك إنه النوب من لقيتها من الزوجة قمت دعوة تعدد الأزواج، وحكيت للقاضي صراحة كل شيء بما فيها ذن القرارات. حضرت هي أنا قمت الدعوة يوم 3/10/2018، حضرت سنة كاملة أنا ما أندلها وين بناتي يمي تراس أني تريد مثل ما تقول تستثير عطفي. وهي من الزوجة؟ تركها هذا من درب وضعيتها، اتصل بي قال رجعنا للبيت وضربتها واعترفت، قالت أنا صحيح رجعني ضمن العدة وأنا مرته شرعا أمام الله وما مطلقة. الثاني غير هذا الطلق؟ الثاني هذا ما أعرفه لأن ما شفته. وهم باقي على ذمتك وزوجة؟ الزوجة النوب من شخص آخر. يعني ما طلقت؟ لا. من الغلطة. فأنا سويت إثبات إعادة طلب للقاضي، قدم الطلب إعادة محاكمة إثبات زوجية. انحالت القضية يم نفس القاضي اللي حكمني بال 2018 ببطلان الدعوة، فسألني قال أنت على أي أساس تبني دعوة إعادة؟ أنت تقدم طلب إعادة محاكمة، لازم أكو فد شيء مقنع. قلت له أول شيء حلفة يمين باطل، وما بني على باطل فهو باطل. قلت له تحلف يمك تقول مو زوجي وتروح بالعنف الأسري تشتكي، وهم اللي يشتكي من وقت المحاكمة يحط إيده على القرآن لازم يحلف. وقلت له حلفت قال الزوجي أنا ما مطلقة، شلون تقول يمك مطلقة ويم ابو العنف الاسري قاضي محكمه الجنح تقول انا مو مطلقه؟ طيب شو تريد هسه انت؟ انا اريد انه السلطات المعنيه والجهات ذات العلاقه بهالخصوص تنظر بامري. ليش من اقدم قضاياي وطلباتي للمحاكم ترفض وتطلع هي ام الحق؟ مع العلم يعني من تهموني انا بعدين انه ايش تعتقد انه ليش يرفضون دعوتك رغم انه الوثائق كلها تثبت هذا الشيء؟ هذا السر لا يعلمه الا الله ثم هي ثم القاضي اللي يم الدعوه.